عن وضعية الصحية للسيد عبد العزيز والأحمد، شرحنا ظروفه بالكامل، وشرحنا حاجته لمساعدة إخوانه المحسنين، وكما عودونا لم يتأخروا في ذلك. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عبد العزيز، احنا جايينك هون زايرينك وجايبين لك مساعدة من اخوتك واخواتك. رب زائر مزور، رب زائر مزور، حتى انا زائركم ان شاء الله. ان شاء الله القضاء حوائج ان شاء الله. جاتك 20,000 من عند احدهم بواسطة غزة النسويلم، وجاتك 1,000 وقية من عند امرأة في سوق مكة بواسطة غزة النسويلم، وجاتك 20,000 من عند أحدهم في كبيتال بواسطة غزة النسويلم، وجاتك 5,000 من عند أحدهم في الزعتر بواسطة غزة النسويلم، وجاتك 44,750 من عندي مجموعة من جاريتنا في ساحل العاج بواسطة حانوت سوق الخشب، وجاتك 40,000 من عند رجل من جاليتنا في الكونغو بواسطة حانوت سي 14 في كريب، وجاتك 10,000 من عند أحدهم بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10,000 أخرى من عند أحدهم في النعمة بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 5,000 من عند امرأة في نواديب بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 2,000 من عند أحدهم في تنبدغة بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 2,000 من عندي أحدهم في الزويرات بواسطة غزة النسويلم، وجاتك 20,000 من عندي أحدهم في كبيتال بواسطة غزة النسويلم، وجاتك 10,000 من عندي امرأة في تفرق زين بواسطة غزة النسويلم، وجاتك 5,000 من عندي أحدهم في روسو بواسطة غزة النسويلم، وجاتك 5,000 أخرى من عندي أحدهم بواسطة غزة النسويلم، جاتك 23,000 من عندي أحدهم في كبيتال بواسطة غزة النسويلم، وجاتك 2,000 وقية من عندي رجل في كلينيك بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10,000 من عندي أحدهم بواسطة دفتر مكشوط وصلها عن طريق غزة نسويلم، وجاتك 10,000 من عندي أحدهم في الرابع والعشرين بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10,100 من عندي امرأة في الكسر بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10,000 من عندي امرأة في الكسر بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10,000 من عندي أحدهم في الصكوك بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 14,500 من عندي أحدهم في الكسر بواسطة غزة نسويلم، جاتك 59,500 من عندي أحدهم بواسطة دفتر نواكشوط وصلها لغزة نسويلم، وجاتك 5,000 من عندي أحدهم في كارفور بواسطة غزة نسويلم، جاتك 10,000 من عندي أحدهم قرب كارفور القدس بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10,000 من عندي أحدهم في تنسويلم بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10,000 من عندي أحدهم في تفرق زينب بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 6,000 من عندي امرأة في عرفات بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 20,000 من عند أحدهم في كبيتال بواسطة غزة نسويلم، وجاتك 10,000 من عند 10,000 سلمها لنا رجل عند فراج الديك، وجاتك 2,000 سلمها لنا رجل أمام بقالة عند فراج الديك، وجاتك 9,000 من عند امرأة
في تنسويلم بواسطة غزة تنسويلم، وجاتك 20,000 من عندي أحدهم في نواذبو بواسطة غزة تنسويلم، وجاتك 10,000 من عندي أحدهم في نواذبو بواسطة غزة تنسويلم، وجاتك 23,500 من عندي أحدهم في نواكشوط بواسطة غزة تنسويلم، الجميع 536,000. وهذه 100، هذه 100,000، وهذا 200,000، وهذا 300,000، وهذا 400,000، وهذا 500,000، وهذه 36,000، جميع فوتك 536,000. اللهم من أنفق شيئا في هذه في على عبد العزيز في هذه النفقة، أسألك أن تقضي دينه وأن تملي اسمه بالعافية وأن تربح تجارته وأن تقضي دينه وأن تجازي أحسن الجزاء. اللهم كن عونا لإخواننا الذين أنفقوا على أخينا هذا، اللهم كن عونا لهم يا أرحم الراحمين ونصيرا، اللهم انصرهم وحقق مرادهم وبارك لهم فيما أعطوا وفيما أبقوا، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، واجزهم خيرا عن أخي هذا عبد العزيز، واجزهم عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واخلف لهم أوفى مما أنفقوا وبارك لهم فيما أبقوا، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى صحبه، آمين. والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربي تعطينا وتعطيهم إن شاء الله جنات الفردوس، وتسكنهم فسيح جناتك، وتغنينا وتغنيهم عما في الناس، وتعيذنا وتعيذهم من النار، ونقول لهم عن جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. أعزائي الصائمين، مشهد تضامني رائع، وهي دروس يقدمها أهل الفضل والإحسان، فكم من معسر أدخلوا عليه السرور، وكم من مريض فرجه كربه، فرج الله كربهم يوم القيامة. ألا إنه الإحسان في أبهى تجلياته، حين يشعر الإنسان بمعاناة أخيه الإنسان، فلا يسلمه للفقر والمعاناة. ربح البيع، فوز في الدنيا وفلاح في الآخرة. السلام عليكم.